السلام عليكم، بنرحب فيكم ثانيا في مساق أساسيات الطاقة المتجددة. الحين نتكلم على الويند انرجي. زي ما حكينا سابقا، نعيد نتكلم الانرجي كاركترستيك، البرايمري انرجي مع السيستم افشنسي بتعطينا الانرجي ييلد، وهذه هي بيت القصيد اللي عندنا او اللي بنقدر نستخلصه من الرينيوبل سورسز للانرجي. الان الويند انرجي عاده سولار ريز كوز تمبريتشر جريدينت ان ذا ايرث سيرفيسز. ذا تمبريتشر جريدينت كان بي ريزلت اوف ا نمبر اوف فاكتور، بوزيشن اير تو ريسبكت تو ذا اكويتور، ذا بريزنس اوف كلاود، ذا بريزنس اوف لارج بوديز اوف ووتر، اند تايب اوف تيرين. التمبريتشر جريدينت عادة بتولد بريشر جريدينت، بارتيكل فلو فروم هاي تو لو بريشر اريا، هذه بتسبب الويند. يعني حركة الويند دائما بتروح من مناطق الضغط المرتفع لمناطق الضغط المنخفض عندنا، وهذه تتسبب من حركات الجو، التفاعل تيارات الهواء اللي جاية من المناطق الباردة للمناطق الساخنة. الآن the wind carry kinetic energy. الكينيتيك انرجي هاي اللي نستفيد منها بدنا نحولها لميكانيكال انرجي باستخدام ويند توربين. الجنريتر كونفيرت ميكانيكال انرجي انتو الكتريكال انرجي، ان الكترون كونفيرتر ان كومبينيشن ويز ا ترانسفورمر لينكس ذا جنريترز تو ذا جريد. الآن الـ primary energy potential of wind is given by the mass of air traveling at a certain speed. عادة لو تفرجنا عنا الكل بشوف شكل الطاحونة تبعت الهواء، وهذا بعبارة تانية يعني زي في بلادنا مش موجودة كثير، بس في العالم بتشوفوها بالأفلام أو بتشوفوها برا، بتبقى ارتفاع عالي شاهق، والوينج تبعاتها الجناحين تبعاتها والفراشة تبعتها طويلة جدا، وبتمشي بسرعات يعني مش عالية، سرعات منخفضة عادة. الآن ايش اللي بنطلع عليه؟ الكيناتيك انرجي بدها تساوي 1/2 في الماس في الفي سكويرد، والاوتبوت باور اللي عندي تبعتها بدها نقسم على التايم، بدها يعطيني 1/2 في الام اللي هي الدريفاتيف للماس او الفاريشن الماس والتايم مضروبة في الفي سكويرد. الآن الفلو اللي عندي هذه اللي هي بسميه الام، الماس فلو اوف اير، هذه اللي بنتكلم عنه، بدي يساوي عندي الرو اللي هي الدنسيتي اوف ذا اير في الاريا بالسبيد تبعت الرياح اللي عندي، والاريا اللي هي مساحه الدائره اللي بتساوي باي في الار سكوير، او دي على 2 دايمتر على 2 سكوير. اذا عوضنا اي في في الـ في الـ يعني عوضنا الام دوت في بدل ام القيمه تبعتها، فبي بدها تساوي 1/2 رو في الاي في الفي كيوب. يعني ايش؟ بتعتمد على سرعه الرياح تكعيب، وهذا بيعطينا يعني الاوتبوت باور بتتاثر بشكل كبير جدا بسرعه الرياح. This equation shows that the power is highly dependent on the wind speed. الآن مش كل هذا الباور عادة الاوتبوت اللي هي احنا بنستفيد فيه منها، لانه في عندي الافيشنسي تبعت السيستم. طب الافيشنسي عادة high power wind speed are achieved at a large hub height and in close proximity to the coast. اذا بنيجي بنطلع عادة الرياح بتبقى قوية جدا بالقرب من السواحل المحيطات او سواحل البحار، وبتبقى اقوى حتى جوا البحار اللي عندي. يعني لما نتكلم على جوا المياه، an offshore wind park will result in higher power density in the order of 3 watt per square meter. بالمقارنة لما نيجي نتكلم عليها مع عند اليابسة بتعطيني تقريبا 2 وات بير سكوير متر على الها. الان لما ندخل للمدن في عوائق للرياح، وهذا العوائق للرياح زي المباني زي الاشجار
بتخفف سرعة الرياح، بتعطي لهذا السبب بتعطينا إيش أقل كفاءة في هذا المجال. لهذا السبب بتلاقي دائما اختيار موقع التوربين من الشغلات المهمة. This power coefficient اللي بنتكلم عنه ال power coefficient CP بدي يساوي electricity produced by turbine على total energy available in the wind اللي عندي. في حاجة تانية بنتكلم عليها، مش كل الطاقة الموجودة في الرياح بنستفيد منها. ليش؟ لأنه هاد زي إيش المساحة اللي حول التوربين اللي بتعملها لما نيجي نطلع عليها اللي هي الفراشات تبعت التوربين، هذه ايش بصير فيها؟ لا يعني لما البليدز لما تعمل موفينج اللي هي الفراشات ايش بصير فيها؟ بتعمل على شكل دائرة. الان عدد البليدز والحجم تبعها له مفعول، او الطول تبع هذه البليدز له مفعول. الان في الشكل في الطرف الامامي بنطلع عليها A2 اللي هي المساحة تبعت البليد. الحين الهواء لما يعدي هاي ايش بصير فيه؟ بصير كأنه ايش الدائرة هذه بتكبر، بتعطينا المساحة V2. هنا بنلاحظ السرعة الموجودة عندي، هنا بنبدأ V1 ومساحة A1، وهنا بنبقى بA2 وV2. المساحة بتكتر والسرعة ايش بتقل. السرعة بتقل لانه حيصير ريزيستنس عندي في اصطدامها في الهواء. يعني ممكن تطلع على المروحة اللي في البيت، عادة المراوح اللي بسرعاتها عالية او بتعطي كمية هواء عالية، بنلاحظ انه لما تكون السرعة عالية لو كان عدد الفراشات كثير بتلاحظ انه ما بتعطيكاش كمية هواء كافية، بينما لو كان عدد الفراشات مثلا تنتين بتلاقي كمية الهواء. تطلع على المراوح القوية الموجودة في الجوامع اللي هي بتلاقي لها فرشتين، بينما تطلع على المراوح اللي هي بتستخدم البطاريات بتلاقي عدد الفراشات فيها 5. طب ليش هذه 5 وهذه 2؟ السبب التالي، لأنه في الخمسة بتمشي بسرعة منخفضة فبتسكرش، يعني بتعملش close disk، بينما لو كانت هذه بتمشي بسرعة عالية حتلاقيها تقريبا حتسكر الممر الهوائي للي بتدخلها. فهي هذا عبارة زي ما بتقول اسطوانة وبتدخل فيها. الآن الفراشات لو بتدور بسرعة عالية حتسكر هذه الاسطوانة الموجودة عندي. لهذا السبب بنلاحظ انه الكفاءة حاجة بنسميها البيتس ليميت، اعلى كفاءة من الناحية النظرية للويند توربان اللي هي 59.3%، يعني من هذه الطاقة عندي بتتحول من طاقة حركية لطاقة ميكانيكية. الآن تبك اللي بنتكلم انه هذه مش في هذا الرينج، تقريبا من 40-50% هذه الكفاءة في الكوميرشال ويند توربين. الآن الانرجي ييلد اوف ذا ويند توربين از جريتلي ديتيرمند باي سيزونال اند ديلي انترميتنسي. Notably there is more wind in the winter than in the summer، وهذه احدى الاشكاليات اللي بتحصل عندي، يعني مش ثابت، وعادة في الليل اكتر منها في النهار. Finally just as the wind with other system wind turbine will have certain downtime due to maintenance and repair، عشان هيك الانرجي يلد بيبقى اقل من الانرجي افيلابل. نيجي نتكلم على موديل اللي هي E126 ويند توربان. الان الروتر ديامتر عندي 126 متر. عادة الماكسيمم اللي بنيجي بنطلع عليها للبليدز اللينك تبع البليد تقريبا 150 متر، بتتكلم في هذا المجال. احنا عندنا هنا للموديل هذا 126 متر الموجود. الان الباور كوفيشنت عندي تقريبا 0.483، والسبيد عندي 10 متر بير سكند. وهذا السبيد احنا اسوم انها كونستنت، بس هي عادة فاريانت، تعتمد على الوقت، تعتمد على اللوكيشن، تعتمد على السيزن، فلهذا السبب بتختلف هاي، بس هذا احنا اسومينج انها كونستنت.
الان اليوسف الكونستنت الروب نعتبرها بتساوي 123 كيلوغرام لكل كيوبيك متر. الافريج زي ما حكينا هاي الافريج ويند. الاي روتر مساحه تبعت الروتر بناخد باي في النص في 126 بتعطيني 1469 متر مربع. البي ويند بدي احسبها بدها تطلع عندي 7.7 ميجا وات. هذه الماكسيمم الافيلبل اللي عندي للتربان، بس انا بضربها بالافيشنسي بتعطيني الريل افيلبل الانرجي ييلد للتربان تعطيني 3.7 ميجا وات. يعني هذه تقريبا قد اربع مواتير من الموجوده عندنا الكبيره اللي بنشوفها في الجامعه بهذا الجانب. الان actual value of 3.75 ميجا وات in the data sheet of the Enercon wind turbine، يعني هذه تقريبا نفس الشيء given the nominal capacity اللي هي عندي 5.07 جيجا وات. هذه اللي بنطلع فيها كبلاد، يعني بنطلع على الدنمارك. الدنمارك هي على فكرة من الناس من أكثر البلدان تقدما في العالم في مجال استغلال طاقة الرياح. تقريبا أكثر من 42% من الطاقة المطلوبة في الدنمارك أو المستخدمة في الدنمارك تأتي من الرياح اللي عندي. اللي عندي النامنال كاباستنس نطلع فيها 5.07 جيجا وات and the energy yield 14.13 تيرا وات بر اور. لما بدي اجي احسب هاي بدي اقسم اللي عندي الانرجي ييلد على النامنال كاباسيتي وعلى السنه، فبتعطيني تقريبا 32% بالمقارنه لما شفناها قبل شويه ب 73 او 70% في الهايدرو باور في هذا المجال. الآن قلنا دنمارك هي من الدول المتقدمة جدا. في 2015 تقريبا نامنال كاباستن كانت 5.07 جيجا وات which they produce around 14.13 تيرا وات اور بالسنة. This results in a capacity of 32%. The wind power can provide multiple times the world's need for energy. However, wind turbines do not have a relatively low capacity factor of around 0.3. Its intermittent behavior can jeopardize the grid's stability. يعني بنقصد فيه انه الاداء تبعها مش ثابت، متقطع ومتغير عندنا حسب الساعه من اليوم وحسب السيزون. Good wind sites are often in remote location far away from the energy demand. دائما بنلاحظ المواقع يا اما بدها تكون في البحار او في المحيطات او على مرتفعات عاليه، وهذه بعيده جدا عن مناطق الاستخدام او الكثافه السكانيه. الان wind energy advantages and challenges. الادفانتج لارج انرجي بوتنشال، يعني هذا من صحيح من الحاجات الموجوده والكبيره والناس اللي بتطلع في مستقبل كبير للعالم فيها. وعاده التوربينز الكبيره بتولد يعني طاقه محترمه، يعني بتتكلم انت قبل شوي المثال اللي شفناه 3.7 بتلاقي في 5 ميجا في حوالين 8 والتسعة ميجا. الآن عادة بيعملوا ويند فارم، والويند فارم هذه ايش هي؟ بتاخد مساحات، يعني عشان التورباين ما يعملش انترفيرنس مع الثاني بيسيبوا مساحات بينهم بين بعض عشان ما يصيرش الانترفيرنس. الآن التشالنجز low capacity factor مش زي الهيدرو زي ما شفنا. endanger grid stability due to intermittent behavior. good wind site in remote location ومش كثيرة هاي موجودة في العالم. الآن نشوف للglobal status in 2016. in 2016 the global nominal capacity was around 486 gigawatt producing 9
ثيراوات اور اوف الكتريسيتي. الورد بوبوليشن لو قلنا 7.5 بليون وي ويل جيت 351 واط اور بير بيرسون بير داي. والويند انرجي هاز ا سيرفيس باور دنسيتي اوف 2 to 3 واط بير سكوير ميتر. الان 2 واط بير سكوير ميتر اليابسة و 3 في الاوف شور اللي هي في البحر في مياه البحار. On our map we've used in the previous lecture, we can definitely see we will need much smaller area to power the world's electricity demand with wind energy than with الهيدرو باور. إذا الهيدرو باور كنا بنتكلم على الكاتش اريا والريزرفار اريا في هذا المجال. الآن ناخذ بريك وكمان شوية بنتكلم على السولار باور. يعطيكم العافية.